سيرم الكولاجين سيرم رائع جدا، فيه مواد فعالة حلوة قوي، استخدمت فيه الهايلورونيك أسيد والكولاجين ومجموعة حلوة قوي من الهيدروسولات، وصفة فعالة ونتيجتها ويعني في ساعتها بتشوفي النتيجة، بتشوفي بريق وشد، يعني فعلا فيديو رائع جدا. يا ريت تشوفوه من الأول للآخر علشان ما يفوتكوش حاجة من الطريقة، وهو سهل جدا جدا جدا. بينا نبدأ. ثلاثة واربعين جرام فاصلة ثلاثة من ماء لبان الدكر اللي هو هيدروسول لبان الدكر. و43 جرام من مستخلص الصبار المائي اللي هو بيسموه أوليفيرا جوس. طبعا كل دول ممكن تستبدلوهم بماء مقطر عادي جدا، وأنا جبت المكونات الهيدروسولات دي من مصنع الإبكي. انا هنا بضيف جرام فاصلة ثلاثة من البنتينول. بنتينول رائع جدا لجميع البشرات، بيدي ترطيب وتغذية للبشرة. بنتينول هو الفيتامين بي 5، بصوا نستمر في التقليب كده شوية لغاية لما البانتينول ده يدوب تماما. هضيف جرام من الفينوكسي ايثانول من دلوقتي، لان انا بعد كده مش هعرف ان انا اضيف المادة الحافظة علشان هيكون السيرم بتاعي بقى تقل خالص، فاضيفه من دلوقتي احسن. وأقلب المادة الحافظة بتاعتي كويس. لو انتوا هتستخدموا بيوكرول دبليو اس 1 هتضيفوا 0.7. انا هاخد 2.5 جرام من الكولاجين الاستن، ده طبعا بيديني ترطيب رائع وبيقضي على الخطوط الرفيعة وعلامات الشيخوخة وبيدي إشراق جامد جدا. أنا هنا معايا 10 جرام من الجليسرين، هضيف عليهم 2.5 جرام من الكولاجين إلاستين. وهضيف عليهم 2 جرام من الهيالورونيك اسيد، تقدروا تستخدموا بداله الصوديوم هيالورونيت عادي جدا لو ما عندكوش هيالورونيك اسيد. هضيفهم برضو للجليسرين كده علشان يدوبوا مع بعض، واقلبهم وادوبهم. الطريقة دي هيدوبوا أسرع في الدور المائي. طبعا الهيالورونيك أسيد زي ما قلت لكم دايما ان هو بيمتص الرطوبة من الجو جوه البشرة، فبيدي ترطيب رائع جدا. وعشان تستفيدوا من السيرم اكتر ممكن ترشوا على وشكوا شوية مية ورد، وبعد كده تستخدموا السيرم. لما بيكون الوش يعني مبلول شوية او متنجي شوية
السيرم ده بيديكي مفعول افضل او نتيجة افضل. يعني الكمية بتاعتي كلها هنا على بعض 100 جرام، وهضيف بقى دلوقتي الكولاجين بتاعي والهيلورونيك أسيد. وهديهم تقليبة كده حلوة كلهم مع بعض. وهسيبه كده في حاله بقى لحد لما المكونات كلها تدوب وتندمج مع بعضها. ده السيرم بتاعي تاني يوم، كله اندمج تماما وبقى جل كده زي ما انتوا شايفين، جل تقيل شوية من حين لآخر كده. يعني قلبته 3 مرات كل كام ساعة كده علشان لو في اي حاجة مترصبة في القاع تدوب. قوامه جميل جدا، وده يعني مفعوله مفعول وقتي. بمجرد ان انت تستخدميه على بشرتك، على بشرة نظيفة، بص تلاقي بقى الوش اتشد والخطوط الرفيعة اختفت وادى تنعيم وبريق. يعني فعلا سيرم رائع جدا، ومش بيقيدك، يعني تستخدميه في الشمس عادي مفيش اي مشكلة خالص. تغسلي وشك وتحطيه على وش نظيف. الافضل طبعا ان انت تكوني مثلا رشه وشك بشويه ميه ورد، لان الهيالورونيك اسيد بيديكي نتيجه افضل على وش متندي شويه. مش هيفرق بقى صبح بالليل ظهر شمس، هو فعال جدا وما فيهوش اي مواد تتعارض مع الحراره والشمس. الكميه كلها على بعضها 100 جرام، يعني احنا مثلا استخدمنا هيالورونيك اسيد 2% اللي هم 2 جرام، فكل الجرامات اللي انا هكتبها تترجميها لـ%. عشان كده انا عملت 100 جرام علشان اسهل عليكم الحسابات. هبتدي اعبي في عبوات، العبوة الواحدة 20 جرام. ده طبعا سيرم بيتباع غالي قوي، فعبوه في عبوات صغيرة. زي ما انتوا شايفين كده، بعد ما عبيته في العبوات هبتدي بقى ان انا اقفله. شايفين هو سريع الامتصاص جدا، كمان تقدروا تستخدموه تحت العين، بيدي تنعيم وبيشيل الخطوط الرفيعة تماما. ملمسه رائع 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 ونتيجة فورية.
سيرم تحفة.